أبانا يا من في السماء ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وخبزنا كفافنا أعطنا في أيامنا، واغفر لنا بل نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد من الأزل صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحة نورسات جوردان. منصبح عليكم أنا والأب جورج شرايحة في هذا النهار المبارك، والحديث اليوم بموضوع جدا جدا مهم، وهذا الموضوع طبعا كان حسب رغبة المشاهدين والمتابعين للبحث بموضوع الشر والألم وكيف يسمح الله بالشر والألم. فهذا الموضوع رح يشاركنا فيه أيضا ضيوف أعزاء علينا، الأب فرح حجازين للحديث عن هذا الموضوع، والأب أنطوان يوحنا لطوف وهو باحث وأستاذ جامعي وكاتب، رح يشاركنا من لبنان، وأيضا الأب نور القس موسى من أستراليا. فلماذا يسمح الله بالشر والألم هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم. فصباحكم منتمنى في البركة والرحمة والتفاؤل في حياة مليئة بالأمن والسلام وخالي من الشر والهموم. وبداية من نبدأ نهارنا أبونا مثل ما عودتنا على الصلاة وطلب المعونة. تفضل أبونا. صباحكم نور أخوتي المتابعين. نبدأ بصلاة. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا طبيب القلوب وشافي النفوس، نأتي إليك اليوم متضرعين راجين رحمتك وتعزياتك لكل إنسان متألم متضايق حزين مهموم فقد الرجاء بما فقد من ما لديه من حب، لأنك أيها الإله أنت وحدك القادر أن تسند هؤلاء ليحتملوا نار الألم ويصبروا عليها في وقت التجربة، وتزكي صبرا وإيمانهم. أيها الإله الحنون والمحب، أعطي قوة غفران وتسامح للمضطهدين والمظلومين، فيصفح عن أي إنسان حاقد وكاره وظالم لهم. انتهر عدو الخير ذلك الشرير المكبل في دياميس الظلام، انتهر عدو الخير الذي يريد أن يفشل أولادك المؤمنين في فعل الخير والسلام مع الجميع حتى المسيئين منهم. نثق بك يا إله الرحمة، يا إله الرجاء، يا إله المحبة، أيها الطبيب الشافي. أوجاعنا
كلنا ثقة في هذا الصباح أن تشفينا من كل أوجاع مستحوذة علينا روحية أو جسدية، وتبعد عنا كل شر فكري أو وباء جسدي، وتطرد عنا كل الأمراض عن شعبك المحب المسبح لاسمك القدوس كل حين من الآن وإلى الأبد. آمين. آمين أبونا، يسعد صباحك وصباحك نور، وهالكلمات الحلوة الرائعة اللي منبلش فيها نهارنا، نطلب البركة من ربنا. وحتى كمان ريمون رافقك بالموسيقى، يعني روحية جميلة. شكرا يا ريمون على على الموسيقى المرافقة، بس ما تشطبناش يوتيوب، فبدك تكون حقوق النشر أي موسيقى. أوكي تمام. لأنه عم نصادف أبونا مشاكل عند النشر لما بيكون في حقوق ملكية لبعض الترانيم، فبيوقفوا لنا إياه، بيسووا لنا إياه ميوت. فهلا صرنا ندور على إشي يعني فري يكون، فاعذرونا بعض الأوقات من بث إشي وبيكون في صمت. بس فكرة كمان نعمل إشي خاص إلنا، يعني لازم. صوتك حلو وعندنا الملحنين وعندنا أيوة. الكلمات لا عن جد ترتيبنا الخاص عندنا، فعندنا كامل عشان ما حدا يطالبنا لا حقوق نشر ولا حقوق حط ملكية. حط لنا إشي من البوم دكتورة. أيوة يلا تدور. إن شاء الله. فعندنا هي الترنيمة تبعتنا اللي هي نورسات تيلي لوميير، هذه طبعا من إنتاجنا وكلماتي وألحان الشماس رائد. نعم 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 طبعا في على اليوتيوب شانل كاملة على كل هالترانيم، يعني في ناس تقدر تدخل على يوتيوب تاع نورسات جوردن وفي ملف للترانيم ويسمعوا ترانيم جميل. جميلة كل الوقت. وأبونا في بداية قبل ما نتوجه لضيوفنا، طبعا احنا رجعنا لكنائسنا وفتحناها من جديد، لكن علينا الالتزام بوضع الكمامة والإجراءات الاحتراسية في التباعد الجسدي من بعض، وأيضا في كمان أمور وإجراءات صار يوقعوكم على تعهد مثل ما سمعت منك أبونا للكهنة والمجلس الرعية بالالتزام مع مجلس الرعية، يلتزموا بالتباعد، يلتزموا بوضع الكمامة، يلتزموا بالمطهرات والمواد التعقيم. ويعني مع هاي الإجراءات الواحد بيضلوا هيك خايف يعني ما يروح. فطبعا من عمر 13 سنة ونازل ممنوع يروح الكنيسة، وأيضا كبار العمر واللي عندهم أمراض مزمنة أيضا يفضل أنه عدم حضورهم القداس جسدي، وأينما بيقدروا يتابعوا القداديس عبر التواصل الاجتماعي أو الفيسبوك أو الفضائيات. فنورسات كمان ما عم بتأثر يعني بوضع القداديس قدر المستطاع، وأيضا بالصلوات. فأنا بحكي بقول نورسات أثبتت أبونا خاصة في هذا الوقت الحاضر، أثبتت مكانتها وأثبتت وجودها وحضورها وأهميتها. نعم أكيد. يعني نحن بالجائحة هون الكل مسكر وكل شيء، كان وقتها خاصة بالحجر الشامل كانت السبيل الوحيد للواحد الأمني والسلام هي كانت طبعا. الشاشة نورسات ببرامجها بأداديسها، طبعا أشياء تكون مسجلة من الأرشيف، وهذه كمان أيضا كنز، وأيضا أشياء أداديس ممكن لايف يصوروها عبر التكنولوجيا الحديثة. منصبح أيضا على أصدقائنا المتابعينا بشير العوابدي، صباحكم جميل، صباحك نور بشير صديقنا، عبد سرور يسعد صباحكم صباح، وأحمد شرايح يسعد صباحكم، وعبد سرور القايل يا رب والسامع أمين. على الصلاة يلا حتر أمين يا رب يسعد صباحكم أحلى ريمون. ريمون أمك يلا حتر يسعد صباحك ست يلا. وإن شاء الله أبونا متابعينا بيشاركونا بأسئلتهم واتصالاتهم ومداخلاتهم أيضا، نحن بانتظارها هلا بنحط التليفون على الصفحة لأنهم الاتصال فينا والمداخلات بموضوع كيف يسمح الله بالشر والألم خاصة يعني ضمن هالجائحة. كان هذا السؤال يتراود علينا أبونا لما تكون مصايب بالكون بتحدث، فيضانات، تسونامي، قتل بجماعات كبيرة، أو اضطهاد أو إرهاب أو حرب
ويروحوا فيها أطفال ويروحوا فيها كبار بالسن، ونقول كيف يسمح الله بهذا الشر بالعالم. لما الإنسان المؤمن اللي بصلي وبعدين يوقع في تجربة أو في تحدي ويحس إنه الدنيا سكرت بوجهه، وبصير يتساءل أنا يا رب العبد الملتزم اللي بصلي دائما وبطلب دائما رحمتك، بطلب دائما وقوفك معي، كيف سمحت هذا الشيء يحصل لي أنا؟ أوقات كثيرة هذا الإنسان بتسأل، وأوقات بتضعضع حتى إيمانه طبعا، لأنه كيف يسمح الله بالشر والألم خاصة للأشخاص الملتزمين. وفي ناس كتير يعني حتى بطل التزامهم بربنا أو التزامهم بالصلاة وبعدين بيرجعوا بيلاقوا أنه السلام ما لقوهوش بعدم القرب من ربنا. نعم. فأوقات إحنا دايما منقول أنه الله إله طريقته بالشغل، يعني أنا أريد وأنت تريد والله يفعل، والله يفعل ما يريد. نعم صحيح. ففي كتير أقوال من كتب المقدسة، أكيد الكهنتنا المشاركين معنا راح يذكروهم، وأيضا من العهد القديم وكلمات من أبائنا القديسين حكوا في هذا الخصوص. فشو رأيك في الموضوع أبونا؟ نعم صحيح دكتور كل تفضلت فيه. في الحقيقة يعني الآباء اليوم وإحنا بنجهز معاهم يعني اتفقنا على المحاور الأساسية زي ما بيقولوا، نعم. هو التمييز ما بين إرادة الله وسماح الله. نعم. فالله لا يريد الشر أبدا. نعم. يسمح أحيانا، راح يتطرق أبونا فرح حجازين بالتفصيل للموضوع من حيث أنه حرية إرادة الإنسان لما يتخلى عن الله ويصمم أنه هو يصنع مشروعه الخاص ومخطط نعم. حياته، الله يحترم إرادة الإنسان. نعم. وبنشوف يعني الكتاب المقدس فسر أن مصدر الشر الرئيسي أنه كيف الملاك الساقط إبليس كيف نعم. ما قبل يطيع مشيئة الله بسبب كبرياءه فسقط من مكانته كملاك. نعم. وأصبح يجرب الإنسان، ولنا بسفر سفر أيوب مليء بهذه التجارب. نعم. وكيف كان أيوب عبدا صالحا. نعم. وكيف كان أيوب مطيعا في كل شيء حتى في الألم والوجع. نعم. بعدين وجهة نظر الشخصية أنا دكتورة، مش كل ألم شر، في ألم بربينا، في ألم بعلمنا. نعم. في ألم بشفينا. حلو. في ألم بشفينا مثل ألم وجع أسنان، هي بتخزق بسنان مش ألم. نعم. بس بشفينا. صح. يعني أحيانا كثير ربنا بيستخدم الجراحة. نعم. يسوع أنا بعتبره الطبيب الأول. نعم. والشافي. نعم. لكل جروحنا. نعم. وفي ألم الحب، ألم العاطفة. حلو. ألم لما بنحب كل طاقتنا لناس ما بقدروا وما بيستاهلوا، بتحول حبنا متجاههم لشر. وكثير بتصير بعلاقاتنا، وما في حدا منا اللي بيسمعوا كلنا. نعم. المتابعين إلا اختبر هذا الإشي. نعم. بحكم عواطفنا. نعم. متقلبة، عواطفنا متقلبة نشأنا وبينا. نعم. أفيثاغوراس الفيلسوف اليوناني القديم بحكي أنت لا تستطيع أن تنزل إلى النهر ذاته مرتين في حياتك، لأن كل مرة تكون مياهه قد تبدلت فلا يكون ذلك النهر الذي زرته بالأمس. حلو تشبيه. حلو. ما بالك نحن البشر. كبشر كيف نتبدل نتعدل. انت مش زي امبارح، مش دكتور اليوم. صح. اكيد النمو هذا مش بس نمو جسدي بيولوجي، في نمو عاطفي، في نعم. نمو عقلي. وللاسف مش دائما كل نمو مستقيم، احيانا زي الشجر اذا ما كان في خط مستقيم يمشي عليه بيصير يعوج. نعم. طريقه. فمش كل نمو كمان هو نمو واستقامه. صح. موضوع الألم أنا بعتبره يعني من أهم المواضيع المقدسة اللي تنبحث، لأنه قاد يسوع للمجد وعلمنا يسوع أنه جميل. أنواع الألم، الألم. صح. الممجد والألم العبثي. مم. اللي أنا بختاره نتيجة أخطاء بحياتي، وكيف يتحول الألم إلى شر، وكيف يستطيع الشرير استغلال نقاط ضعفنا وألمنا ووجعنا تخلينا نعمل أشياء لا مسؤولة. مم. وأشياء مش بطبيعتنا. نعم. لأنه الشر مش بطبيعة الإنسان. لما خلقه إيش حكى عنه الله لما خلق آدم؟ وجد حسنا جدا. مم. يعني من أجمل إبداعات الخلق هو خلق آدم وحواء. يعني ربنا كثير انبسط. نعم. كثير فرح، يعني ملء كيانه الكائن اللامتناهي اللاهوت. نعم. اللي فيه فرح. نعم.
بخلق الإنسان. فقديش الإنسان جرح الله وجاب له الألم وصلبه في النهاية. نعم وأكبر شهادة أن السيد المسيح تعرض لهذا الألم يعني وتألم من أجل البشرية ومن أجل خلاص البشرية. يعني هو مشي بدرب الألم، فكيف بالأحرى أنه نحن يغيب عنا درب الألم بحياتنا؟ فكل إنسان عنده درب ألم بحياته. تلميذ أحسن من معلمه، ليس أحسن منه. فدرب الألم للإنسان لازم يأخذ منه الخير. قداسة البابا لما إجت الجائحة وسألوا العالم كلها، يا قداسة البابا يعني كيف ربنا سمح بهالكورونا تشتح العالم كله وتقتل الناس وأطفال وشيوخ كبار بالعمر حصدت، كيف سمح ربنا بهذا الشر أو بهاي الجائحة؟ فطلب منا الصلاة ونستمر بالصلاة ونجد الخير في وسط الألم. فكانت جدا عميقة، كيف أوجد الخير بوسط الألم. نعم هاي فرصة، هذه فرصة لنا جميعا. وأكيد أبونا هلا إذا على اتصال مع أبونا فرح حجازين بعد الفاصل يحكي لنا عن هذا الموضوع، فكونوا معنا واستفيدوا أيضا من الكلام، لأنه فعلا أوقات بريحنا. لأنه مين منا خالي من الألم؟ مين منا خالي من الصعوبات اللي بتواجهنا بالحياة؟ بس أهم شيء كيف إحنا نواجه هاي الصعوبات، وكيف بالنهاية نرتقي ونصعد لتمجيد ربنا في هذا الألم وهي الأوجاع اللي منخوضها. فمن صبح نرجع من صبح على أصدقائنا اللي انضموا إلنا في هذا الصباح، ومنقول لمي حددين يسعد صباحك يا ست مي يا توأم الروح، بتقول لك حبيبتي صباحكم نور. أمل السلمان، جتال جبارة، يسوع طبعا هو الشافي ويخفف علينا ألامنا، وكنيستنا كمان هي قلب مفتوح للجميع، المناولة بتريحنا، ومحبة يسوع والعذراء هي أهم محبة فعلا يا أستاذ جتال. فيسعد صباحكم وصباحك يا أستاذ جتال، وكل اللي انضموا لنا على المباشر منقولكم يسعد صباحكم. وفاصل ونواصل، صباحكم نور. منصبي عليكم، منصبي على أبونا فرح حجازين. صباحك نور أبونا. صباح الخير وصباح الأنوار، مش بس نور واحد. الله يسعدك يا ربي، وشكرا لك يا أبونا، بتضلك أنت هيك معنا بنفسك وروحك وكلامك الحلو اللي منستفيد منه، وأصدقائنا المتابعين على صفحتنا كمان عم بيستفيدوا في هذا البرنامج. صباحك نور أبونا، وشكرا كثير على كمان العناوين اللي بيساعدنا باختيار العناوين القوية والمطلوبة. الله يساعدنا أبونا كمان، حلو كثير. شكرا أبونا، حلو كتير. أبونا أنت سامعنا بوضوح؟ نعم وصوت أبونا يا ريمون واضح؟ أوكي، لأنه في بعض الأحيان بيكون الصوت شوي واطي والناس عم بتقولنا أنه ياريت نعلي الصوت. فأبونا الحديث عن موضوع الألم وكيف يسمح الله بالشر، هذا دائما الإنسان دائما بيذكره وبتساءل، وخاصة نحن في جائحة كورونا انطرح هذا السؤال كتير، وخاصة قداسة البابا لما سألوه وقالوا له كيف يا ربنا سمح بهذا الألم، كيف ربنا سمح بهذا الفيروس، ما قدر الله انه يمنعه عن البشرية؟ فكان جوابه دايما انه احنا ربنا يسمح بالشر او بالألم، طبعا مش مراده لكن يسمح فيه، بس كان يطلب منا نلاقي الخير في وسط هذه الألم. فكيف يسمح الله بالشر والألم أبونا؟ شكرا على الدعوة، وإن شاء الله ربنا يقدرنا أن نخدم كلمته ونفيد النفوس ولمجد ربنا. وهذا الموضوع الألم والشر هو موضوع كبير جدا، يا ما أتعب للفلاسفة واللاهوتيين. على كل حال بحب أوضح فكرة بالأول قبل ما أتحدث، على إنه الشر في نوعين من الشر: الشر الأدبي اللي هو الخطيئة، والشر الطبيعي اللي هو الألم الطبيعي مثل المرض وجوع وعطش وما شابه ذلك.
الشر الحقيقي هو الشر الأدبي الذي هو الخطيئة، وسوف أتحدث أنا عن هذا الموضوع ومصادر هذا الشر أي الخطيئة. وأما موضوع الألم ومصادر الألم فأتوقع راح يكون في كاهن آخر يتحدث حول هذا الموضوع. وبحب أميز على أنه الألم الطبيعي هو مش خطير، يعني حتى السيد المسيح جرب الألم الطبيعي، هو تألم من الجوع والعطش والتشرد، وهذا طبعا في حد ذاته مش خطير. وأما الشر الأدبي فهو الخطيئة بالذات، ولهذا السبب القديس بولس بيحكينا على أنه السيد المسيح قد صار شبيها بنا في كل شيء ما عدا الخطيئة، يعني جرب الألم الطبيعي ولكنه لم يجرب الألم الأدبي أو الشر. فأنا حديث راح يكون إذن عن الشر أي الخطيئة في العالم. منذ القدم والإنسان بيحاول دائما أن يبرر خطأه ويلقي مسؤولية أخطائه على غيره. فآدم اتهم حواء وحواء اتهمت الحية أي إبليس، وفي الواقع أن هؤلاء معا هم أصل الشر في العالم. ولكن للأسف حتى في يومنا هذا نجد من يوجه التهمة ليس فقط على أخيه الإنسان، بل أيضا إذا ما ألم به الشر أو حلت به مصيبة اتهم الله قائلا هذا من الله. وننسى هذه الحقيقة الأكيدة، وهي أن الله هو الصلاح بالذات، ولا يمكن أن يخرج منه إلا كل ما هو الصالح، لا يمكن للشر أن يصدر عن الله. ويؤكد هذه الحقيقة سفر الحكمة القائل ليس الموت من صنع الله ولا هلاك الأحياء يسره، لأنه إنما خلق الجميع للبقاء. إن الله خلق الإنسان خالدا، لكن بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم فيذوقه الذين هم من حزبه. فوجود الشر في العالم هو موجود مما لا شك فيه، وتحير العلماء والفلاسفة في تعليل مصدر الشر. فذهب بعضهم إلى القول أن هناك إلهين، إله الخير وهو سبب كل خير في الدنيا، وإله الشر هو سبب كل الشرور في الدنيا. لكن هذه العقيدة مغلوطة، إذ لا يمكن أن يكون هناك إلهان، فإما هذان يكونان متساويين أو واحد أقوى من الثاني. فإذا كانا متساويين فلا واحد منهم إله، لأن ولا واحد له السلطة على الآخر. وإن كان واحد أقوى من الآخر فالأقوى هو الله، والأضعف لا يمكن أن يدعى إلها. فحديثنا راح يكون إذن عن مصدر الشر في العالم. عندما نلتقي بالشر في العالم وفي حياتنا اليومية من حروب وويلات وخطايا، يجب أن لا نتهم الله أبدا أو أنه وراء كل هذه الويلات، لأن الله كما ذكرنا هو الصالح ولا يصدر عنه إلا كل ما هو الصالح. إن مصدر الشرور في العالم ثلاثة كما يذكرها لنا القديس يوحنا الحبيب: أولا الشيطان، ثانيا طبيعتنا البشرية، ثالثا العالم. أولا الشيطان، يجب أن نعلم قبل كل شيء أن الشيطان الخليقة الشريرة ليست من خلق الله، فليس الله هو الذي خلق قسما من الملائكة الصالحين وقسما من الملائكة الأشرار، بل خلقهم جميعا صالحين، لكن قسما منهم تمرد فعاقبه الله وزجهم في نار جهنم التي خلقت خصيصا من أجلهم، وهؤلاء هم الذين يدعون الشياطين. ويؤكد هذه الحقيقة القديس يوحنا في رؤياه: ونشبت معركة في السماء، فإن ميخائيل وملائكته قاتلوا التنين، فحمل عليهم التنين بملائكته، لكنهم عجز عنهم وطردوا من السماء، فنبذ إلى الأرض التنين العظيم الحية القديمة، ذاك الذي يقال له إبليس أو الشيطان، فتان الدنيا كلها، ونبذت معه ملائكته. فهذا الشيطان هو عدو الإنسان الأول الذي حسد الإنسان، ومنذ القدم حاول أن يوقع به ونجح على أيدي آدم وحواء. وبذلك كما يقول سفر الحكمة: الموت ليس من صنع الله، لأن الله خلق الإنسان خالدا وصنعه على صورة ذاته، ولكن بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم، وبخطيئة آدم دخلت الخطيئة للعالم، ومع الخطيئة دخل الموت. إن الخطيئة دخلت في العالم على يد إنسان واحد وهو آدم، وبالخطيئة دخل الموت، فكذلك سر الموت إلى جميع الناس لأنهم جميعا خطئوا، يقول لنا القديس بولس في رسالته لأهل روما 5:12. ولا يزال الشيطان إلى يومنا هذا
وإلى نهاية العالم، يحاول أن يوقع في كل إنسان ليجر عليه الهلاك الأبدي. وقد وصف القديس بطرس حجة الشيطان الحقود بحجة أسد على فريسته: إن إبليس خصمكم كالأسد الزائر يرود في طلب فريسة له، فقاوموه راسخين في الإيمان. المصدر الثاني للشر الطبيعة والخطيئة هو طبيعتنا البشرية. إذا ما وقعت طبيعتنا البشرية في الخطيئة فلا نتهم الله ونبرر أنفسنا قائلين إن الإنسان ضعيف، ويقول القديس يعقوب بهذا الصدد: إذا جرب أحدكم فلا يقل جربني الله، إن الله لا يجربه الشر ولا يجرب أحدا، بل الشهوة تجرب الإنسان فتستهويه وتغويه، والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا اقترفت ولدت الموت في يعقوب 1:13. إن طبيعة الإنسان بعد السقطة الأولى أصبحت مسرحا لصراع عليم بين الجسد وما يشتهيه والروح وما تشتهي. قال القديس بولس في رسالته إلى أهل غلاطية حول هذا الصراع: أسلكوا سبيل الروح ولا تقضوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ما يخالف الروح، والروح يشتهي ما يخالف الجسد، كلاهما يقاوم الآخر حتى إنكم تعملون ما لا تريدون. وقد عاش القديس بولس نفسه هذا الصراع الداخلي عندما قال: الخير الذي أريد أن أعمله لا أعمله، والشر الذي لا أريد أن أعمله إياه أعمل، ويل لي من يخلصني من هذا الجسد المائر. وأما المصدر الثالث والأخير للشر الأدبي هو العالم. كثير من الشرور مصدرها العالم وقواه الشريرة، فهل يا ترى هو الله الذي يريد الحروب وويلاتها؟ هل هو الله الذي يريد أن يجمع العالم أحدث الأسلحة الفتاكة التي تتلف ملايين الملايين من الدولارات بينما يموت الملايين من البشر جوعا؟ فلا يحق لنا عندما تقع مثل هذه الويلات أن نتهم الله إنه وراء كل هذه الشرور. إن الإنسان الحر هو الذي يسيء استعمال حريته مدفوعا بغرائزه الحيوانية وأطماعه الجشعة، وهو الذي وراء كل هذه الويلات. إن العالم يبغض المسيح وأتباع المسيح، فلا عجب أن يضطهد المسيح وأتباع المسيح. إن أبغضكم العالم فاعلموا أنه أبغضني قبل أن يبغضكم. لو كنتم من العالم لا حب العالم من كان منه، ولكن أبغضكم العالم لأنكم لستم منه. أقوى من القديس يوحنا الحبيب. أخيرا أنهي كلمتي فأقول: اعلموا أيها الإخوة أن الشرور مصدرها الإنسان وطبيعة الإنسان الفاسدة، والشيطان عدو الإنسان، فلا يحق لنا أن نتهم الله أبدا، القداسة بالذات، الصلاح بالذات، لأن من الله لا يأتي إلا كل ما هو صالح، كما يقول القديس يعقوب: كل عطية صالحة وهبة كاملة تنزل من علو من عند أبي الأنوار، وهو لا تبدل فيه ولا شبه تغير. وبالصلاة وبنعمة الله نستطيع أن ننتصر مع الذي انتصر على كل هؤلاء الأعداء، وهو السيد المسيح له المجد. وشكرا. آمين يا أبونا، وشكرا على هال اللي فرقت لنا بين، وضحت لنا بين الشر الأدبي والشر الطبيعي. الشر الأدبي اللي هو الخطيئة، فالإنسان لما يوقع في الخطيئة هذا بيكون من عمل يده مش من عند الله. ففعلا أوقات الإنسان بيعمل خلط ما بين الخطيئة وما بين الشر الطبيعي اللي بيحدث من كوارث وزلازل وفيروس كورونا، فعم بيقول إنه كيف الله بيسمح فيه أو الآخري. لكن نحن أوقات منسيء لأنفسنا بوقوعنا بالخطيئة، فهذا هو الشر فعلا الحقيقي بعينة. اللي بيسيء وبيقتل الإنسان. شكرا لك أبونا فرح. تسلم تسلم أبونا، صباحك نور يا رب. صباحك نور، يعطيك العافية. الله يسعدك. تسلم يا رب. فعلا أوقات كمان الإنسان لما بيوقع في الخطيئة ونتائج هذه الخطيئة اللي وقع فيها بيجي الشر لحياته، لأنه بيفقد نفسه وروحه، وبرجع هذا الشيء إنه كيف الله سمح فيه.
يعني ما برجع يعني إنه بقول لك إنه أنت السبب يا إنسان. بس ظلم هذا. فإنسان ظلم على ربنا. عن جد. تجنب. إنه نعم إنه كيف إنه يسمح يعني. كورونا فيروس ألا في كتير مجادلات بتحكي إنه كورونا فيروس إجا من طبيعي من مكونات انتقل من حيوان للطيور تطورت وإجا الفيروس وانتقل إلى الإنسان. وفي كمان أيضا يعني هذا موضوع جدلي صار نظرية إنه المؤامرة إنه هذا من صنع بشر. لكن صنع البشر هوني هذه خطيئة البشر مش خطيئة ربنا إذا كان هذا صنع البشر طبعا. فالبشر هن اللي أوجدوا هذا الشر خطيئتهم في عدم المحبة إزاء الآخرين الجشع التخطيط والمؤامرات السيطرة. من أجل مصالح شخصية هذه خطايا البشر اللي بتوقع البشرية في النهاية هو الشعب المسكين اللي المتلقي دائما اللي بياخد النتائج. فهذه الخطايا أحيانا احنا بنحملها على ربنا بس هي بتكون من صنع الإنسان. نعم صحيح. فظلم لربنا يعني طبعا بعيد عن انه نظلم ربنا أوقات نعم أوقات نعم صدقي للأسف نظلم ربنا ومنحمله كل إشي ومنبتعد عنه المشكلة لأنه منوقع بهذا الوهم. وقبل الانتقال للاتصال الثاني مع أبونا لطوف وهو باحث وأستاذ جامعي وكاتب من لبنان نرجع نتحدث أبونا عبين ما يجهز نعم. الاتصال. نعم دكتورة عارفة أبونا أنطوان عندي بالمكتبة كان لما كنا بلبنان أكثر من 30 كتاب هو نعم. عملهم فهو نعم. هو مكتبي نعم. هو أبونا نعم. يعني كان بالسنة يألف أكثر من كتاب نعم. وخاطب عقول الشباب خصوصا الشباب بعد سن المراهقة يعني بأول طلعتهم الجامعات والهيكة كتب سلسلة كاملة عن البدع والشيعة اللي طلعت بهذيك الأوقات عن العلاقات العاطفية والجنسية بين الشباب وعن الزواج المقدس والطاهر عن الطهارة والعفة يعني حكى في مواضيع معاشي يعني مش مواضيع يعني كل المواضيع مهمة كل الكتب اللي بتتألف مهمة أكيد بس في اهتمامات بمواضيع معينة لفئة شبابية أكثر بتكون من مواضيع نعم. يعني مثلا الفلك والتنبؤ والأبراج والهيك في ناس كثير بيهتم بهالمواضيع مثلا المواضيع الفيزيائية بتلاقي لا لهم ناس ومن هالعلماء من المختصين نعم. يعني أنا لو تحط عندي كتاب فيزياء أسبوع ما بتطلع فيه نعم. يعني ما بهمني الموضوع أي كتاب أدبي قصة رواية بخلص عندي حب فضول أشوف عن إيش تحكي القصة هي بقلبها بشوفها بتعجبني بكمل ما بتعجبني بمشي فالكتب اللي كاتبهن أبونا أنطون يعني فعلا بتمس حياة واقعية بالضبط بالضبط يعني من واقع الحياة ومن يعني وخبرة الإنسان بحياته اليومية فكتير مهم لأنه في دائما بقولوا إنه كتابنا المقدس ما بحث الأمور الحياتية بالتفصيل طبعاً. يعني أنا كيف أعمل هاي الشغلة ما لأنه كانوا اليهود منظمين كان نعم. في عندهم قانون ما قال لهم ما أجيت لأنقذ الناموس والشريعة نعم. والأنبياء نعم. أنا أجيت أتمم نعم. هالقوانين اللي عندكم بدنا معنى أسمى نعم. مملكتي سماوية من فوق أوكي تعمل هيك بتأخذ هيك كان يعني شفتي كيف نعم. الأسفار نعم. الكتاب الأسفار. المقدس يعني منظمة بشكل خيالي نعم. يعني مثل خليط النحل زي ما بيحكم نعم. هندسة نعم. يعني بالمقاييس بالسانتي وبالملي مثلا الهيكل اليهودي واللبس نعم. الكهنة عندهم يعني كل شيء كل شيء بأدق التفاصيل كان نعم. فما إجا يسوع لهذا السبب ما أعطاهم قوانين لأنه عندهم نعم. شو المعنى يطلع لهم إشي نفس الإشي الموجود يعني بس هو اجى قال لهم انتوا حكى موسى هيك اما انا بحكي هيك موسى نعم. حكى هيك انا بتمم هيك احل لكم موسى الطلاق لقساوة قلوبكم ولكن لم يكن الامر بالسابق كذا لقساوة قلوبكم يعني ايش الشر الموضوع نعم. بنحكي عنه اليوم نعم. قساوة القلب امتى انا بعمل الشر بس اقسي قلبي بس ابطل احط حالي محل الشخص المأذي نعم. انا لو بفكر انا احط حالي محل الدكتوره باسم وانا قاعد بحكي عليها كلام مش ملائم نعم. بفكر قديش انا بنأذي وقديش بنزعج لو هي حكت عني فببطل نعم. اذا القلب اللين هو البخل وبعطي نعم. القلب القاسي لقساوه قلوبكم يسوع بيقول لهم تخيلي قديش نعم. الكلمه قاسي لقساوه قلوبكم تعملوا الشر نعم نعم فعلا والطلاق شر فإذا اتصلنا جاهز ريمون دقيقة أبونا مزبوط مثل ما أنت تفضلت ربنا
يسوع لما إجا إجا يكمل الناموس، ومثل ما حكينا إنه إحنا بالإنجيل المقدس في أحيانا كتير ما دخل بالتفاصيل حياتنا، مظبوطة موجودة في الكتب المقدسة في العهد القديم، وربنا إجا يكمل، لكن هو توج كل الأمور الحياتية بآية واحدة، آية المحبة، أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتم، أحب غيرك كما تحب نفسك، اللي بترضى لإلك يعني، أو اللي أنت بتعمله لنفسك اعمله لغيرك، واللي ما بتقبله على حالك ما تقبلهوش لغيرك، مثل ما أنت كمان تفضلت يعني. بالمحبة هي تاج وتوج كل وصايا ربنا العشرة اللي أعطاها لموسى، فقالهم أعظمها المحبة، أعظمها المحبة. وبعدين أنا بفكفك هالكلمة دكتور، ودائما بحب كلمة أحب ألف أعمل حياة، بدك تعطي حياة للشخص اللي بتحبه، أعمل حياة ألف حاء باء بكل قلبك وعقلك وحواسك، أحبب الله من كل ذهنك من كل فكرك. يعني ما في حب مجتزأ، الحب المجتزأ هو حب ضعيف هش بسقط بأي معنى دكتورة. حب مجتزأ يعني أنا بحب الإشي اللي أنا الإيجابي بهالشخصية بس سلبياتها ما بدي، فبصير أنا بدي أفصله أقطعه أفصله هيك بأذيب هيك يعني زي اللي بيشرح بالجثة بيشرح بالنفسية. لما بصير أنا هاي العادي ما بحبها فيك وهي عادي بحبها فيك، انا لما فكرت فيك انا شفت الايجابيه اللي فيك، بس لا وان باكج فعلا هو وان باكج، يا بتحب يا ما بتحب، يعني انه ما بقول بحب هذا فيه ما بحبش هذا فيه، ما بفرط المؤلف يعني لما الانسان بحبه بكل كوانه بكل حواسه بكل اخطائه بكل ناش. نطول على الضيف اللي الضيف اللي احنا منتظرين اتصال من الاب انطوان يوحنا لطوف، وهو باحث واستاذ جامعي وكاتب، منصب عليه ومنقول لك صباحك نور ابونا. صباح النور، اهلا وسهلا. هلا ابونا، كيف حالك؟ بونجورك يا ابونا، ابونا جورج معك. الحمد لله، يسلمك ابونا. الحمد لله، على وجودك معنا في برنامجنا صباحكم نور على نور سات جوردن. صباح النور. الله يخليك، تسلم يا أبونا. أبونا نحن هلا سؤالنا رح يوجهه إليك الأبونا جورج في موضوع الألم. نعم أبونا، يعني كنا عم نتحدث على الهواء قبل قليل، بحكي أنا أبونا عبارة عن مكتبة متنقلة، يعني مجموعة الكتب اللي عملهم هي مكتبة بحد ذاتها، ف يعني انا ما بسترجي اطرح عليك سؤال يعني بكل تواضع ومحبه، ولكن احنا بنحب نسمع رايك يا ابونا. يعني معلمنا ومعلم اجيال ابونا عبر 40 سنه الماضيه، فاحنا بنتساءل ابونا مع الناس دائما انه لماذا يسمح الله بالشر، وهالالم اللي مرات بيكون عبثي مش دائما بيوصلنا يعني مش دائما بيكون المنا مثمر، فهل يسمح الله بالشر وهو من إرادته؟ يعني شو رأيك أبونا؟ نعم أوكي. منذ البداية يعني سقطة آدم جعلت الإنسان معرض للألم والشيخوخة والمرض والموت. نعم. وهذه ممكن أن تحدث في أي مرحلة من العمر، ممكن أنه ولد مولود من ساعات أو من أيام يمرض ويموت، وممكن شيخ بثمانين سنة بسبب سقطة آدم الطبيعة البشرية معرضة للألم النفسي والألم الجسدي وجميع أنواع. نعم أبونا، إذا بتوقف في مكان مناسب عشان البث الموبايل ضعيف شوي عندنا، ما عم نسمعك أبونا. هل ما زال أبونا معنا؟ هلو، راح الصوت يا ريمون.
ممكن تعاود الاتصال مع مره ثانيه. نعتذر اخوتنا نعتذر المتابعين. نعم بلش كلامه بأبونا فعلا مع أطفال نعم. أطفال عم تولد ومريضة معرضة للموت خاصة في أمراض بتكون خطيرة نعم. وبقول لك في شيخ عمره 85 وبعايش وبصحته إلى آخره فلماذا كذا وكذا مصير نحن نحكم نفصل الأمور على فهمنا. فهمنا إنه كيف ربنا أنت يعني من دين الله يعني إحنا استغفر الله يعني من دين الله إنه أنت كيف تخلق طفل لسه ببداية حياته لأنه ثقافة متأثر بأنه الله اللي بموت نعم ومع مرض وكيف في اختيار عمره 50 بس أبونا حكى مش الله اللي بموت يعني بمعنى طبعا طبعا بمعنى هي تعود وهذه تساؤلات الناس نتيجة خطية آدم نعم فحكم الموت هو علينا كلنا وهي الحقيقة المطلقة نعم. الوجودية اللي حقيقة في العالم يعني هي الحقيقة الوحيدة اللي احنا متأكدين منها 100% اللي هي حقيقة الإنسان انه محكوم عليه بالموت نعم. عند ولادة. دكتورة في ناس بحكي شو ذنبي انا بخطية آدم انا بجاوبه بقول له لو انت كنت هناك رح تعمل زي آدم لأنه الكره والحقد والحب كل مشاعر الإنسان من آلاف السنين من آدم لليوم ما تبدلت نعم. بعده الإنسان بحب وبعده بكره بعده بحقد وبعده بسامح طبعا. بعد فيها التموج فيها نعم. العلاقات وأخلاقيات حياة الإنسان بمنزل وبطلع في منحنيات ومتعرجات مختلفة في منحنيات حياته نعم. يعني بتذكر الواحد هلأ أنا مثلا بتذكر 40 سنة الماضية من عمري مثلا بيقسمهم الواحد للطيش للجهل لأيام كان فيها بلا مسؤولية كيف لما إجانا أولاد وصرنا نشوف كيف بيضايقونا وبتعبونا وإحنا بننحت فيهم قديش إحنا كنا نسوي بتعمق حبنا الوجداني لأهلينا بس نقول يا الله شو تحملوا شو تحملوا طيشنا وضعفنا وفورتنا يعني بصير الواحد يحلل هاي الأشياء ببطل يشوفها شر نعم. بصير يشوف الأشياء الخيرة أن نستطيع أن نجدها وسط انفجار الشر بالمحيط نعم. اللي حواليه يعني بتكوني بحرب بكل لها تقدر تعملي عمل خير وسط هالجثث بهالموت نعم. وهالدمار وهالدم تستطيع أنك من خلاله توزعي واجبات على الناس المتعبية خصوصا الصليب الأحمر والهلال الأحمر نعم. جمعيات الخيرية اللي بتقوم في أعمال الإغاثة نعم. يستطيع نعم يستطيع الإنسان أن يصنع مثل ما وصانا قداسة البابا إنه يستطيع أن يعمل في كل هالشر وهالهاد ينزل ويعمل يجد الخير ويعمله ويعمل خير فعلا رجع الاتصال هلا يا ريمون صباحك نور أبونا من جديد نعم الصوت كان رايح وال هاي لبنان بعيدة يعني عنا شكل لبنان بعيدة عن عمان لكن تعرفون أنا إنه أول نقطة إنه بسبب سكتة آدم كل إنسان معرض لأنواع الألم والمرض نعم راح الصوت كمان مرة ألو نعم هلو. نعم أبو أبو نسمعك نعم أبونا إذا في عندك شباك وقف في جنبه على الموبايل دائما نعم نعم أبونا معك إيه نعم كنت عم بقول أنا إنه أول نقطة بسبب خطة آدم ألو أبونا سامعني الظاهر الاتصال مش الظاهر الاتصال مش عم بينجح هيقطع كمان التليفون منعاود الاتصال فيه بلكن بوقت تاني أو ممكن برقم أرضي إذا موجود بدل نعم. الموبايل أو إنه ننتقل للاتصال مع أبونا نور القس موسى من أستراليا للحديث عن هذا الموضوع فأرجع اتصل فيه للأبونا وإذا في موجود رقم أرضي بنتواصل معه على رقم أرضي ممكن يكون أفضل نعم. أو الخط أفضل يعني حاول أبونا يعود إنه من الجذور يعني بس الخط ما أسعفنا يعني كان تسلسل يعني يعطينا من وين لأنه الناس بتتساءل بهذا الموضوع دائما
ناس تتسأل يا أبونا على موضوع الشر أو كيف يسمح الله بالشر لما مثلا شاب وحيد لأمه يتعرض لحادث سير ويروح فيها. كيف يا ربنا سمحت؟ كيف سمحت إنه ابني يروح وحيد لإلي ما إليش غيره، ما طلعت بهالدنيا غيره؟ يعني بنسمعها كتير خاصة لما منروح على عزا وبتكون متألمة الأم وهي بتحكي هذا الشيء. أو مثلا طفل صغير بيولد وبعد كم شهر يصاب بمرض يعني خطير ورح يتعذب هذا الطفل اللي ما إله ذنب الخلق، ورح يتعذب ويتعرض لأمور اللي بتصير بالمستشفيات وإبر وتحاليل وفحوصات وأشعة وعمليات أحيانا. نعم. والأم تتألم والأب يتألم وكل العيلة بتتألم. وبرجع بالسؤال نفسه، كيف سمحت يا الله لهذا الطفل؟ شو ذنبه؟ دكتورة، في هون إذا بتتذكر المشهد يسوع لما شافها الأعمى منذ مولده، سألوا التلاميذ يعني إيش عمل أبوه، إيش عملت نعم. أمه، خطية أبوه ولا خطيته هو، خطية مين؟ مشان قالهم لا هذا ولا ذاك، لا هو الولد مخطئ ولا أهل أخطأ، ليتمجد اسم الله. كيف إحنا بنقدر نشوف مجد الله بالألم؟ وهو المناسبة يعني بالمناسبة هو يعني هو اختار الألم طريق للقيام، يعني مش إحنا اللي يعني. ويسوع بستان الزيتون ببشريته، شو قال له لللاهوت الناسوت؟ شو حكى اللاهوت؟ نعم. قال له إن أمكن أن تبعد هذا الكأس عني ولكن لتكن مشيئتك. فمشيئة ربنا كمان هاي بدها منا تسليم كامل، يعني مش دائما بنفهم. وياما شغلات مواقف زعلنا وغضبنا عليها قبل 15 20 سنة بعدين كشف إنه التاريخ إنه الحمد لله ما زبط هالشغل. وياما في ناس مواقف كانوا مع بعض علاقة منيحة وكانتهم يتجوزوا وبعدين تركوا بعد كم من سنة مات واحد منهم، يقول أوف لو إني أنا تجوزت هذاك كان هلا أنا أرملي كان. يعني من يملك هالاستراتيجية المستقبلية؟ كنا بنمسك قلم ونعمل دراسات واستراتيجية مخططات بس مين قال إنه هاي توقعات تكهنات؟ ولكن الله وحده اللي ما بتوقع توقعات وتكهنات، الله بيعطيك اللي بده يحصل لأنه هو عارفه. بس قديش أنت تكون علاقة مع الله قوية تتصل هذه الثقة، هي علاقة شخصية دكتورة مع يسوع. إذا ما كان فيها المتانة بالعلاقة، يعني بدي يكون فيها الهستري من قبل، هذا اللي بعمل التراست اللي بنميها لأنه في خبرة. يعني في مين بتثق اليوم؟ في ناس جربتيهم مشيتي معهم فترة طويلة وصير تثق فيهم شوي شوي، بتعطي شوي شوي من الصلاحيات. ولكن الشخص الغريب عنك ما بتقدر تعطيه ثقة لأنك بتجهليه. هيك علاقتنا مع ربنا. ليش اليوم إحنا بنخاف؟ نعم. ليش بنقلق؟ لأنه ما في ثقة بربنا. ليش ما في ثقة؟ لأنه غريب عنا، هو شخص غريب بحياتنا. كيف بيكون شخص قريب من حياتنا؟ لما قبل ما بنام بخلي جبيني يخبط بالأرض، لما بركع وببكي وبقول له المسني وتعال معي أيها الرب يسوع المسيح، اشفيني، نجي نفسي من هيك. يا شو صار معنا باتصالنا؟ أبونا إحنا أسفين على اللي عم بيصير على التليفون من انقطاع الهاتف، فإن شاء الله هلا بيكون الاتصال متواصل. هيك كويس، هيك أحسن. تفضل أبونا. نعم. إيه نعم. معك تفضل. نعم. أبونا نعم. نكمل نعم الموضوع. كنت عم بقول أنا إنه أول نقطة إنه الله بسبب سقطة آدم صار الإنسان معرض لجميع أنواع الألم، جميع أنواع الأشياء اللي بتصيبه بصحته بنفسه بعقله. ممكن واحد يكون بالفرشة سنين طويلة، ممكن طفل صغير يموت. يعني فنحن ما قلنا حق نتهم ربنا بهذا الموضوع لأنه الإنسان بطبيعته معرض للألم والشر بسبب سقطة آدم. هي نتيجة سقطة آدم. تاني نقطة أنه وقت كتير هو الإنسان بيجيب الشر لنفسه. يعني وقت اللي أنا بروح أنا بغلط مثلا برتكب جريمة أو الإنسان بيعمل خطية معينة، دايما الخطية إلى عوائب. ما في خطية ما إلى عوائب، كل خطية إلى عوائب طبعا. ولما الإنسان بيعمل خطية وبيعاني من العواقب، ممكن هذه العواقب تكون صعبة
ويكون طويلة الأمد نتائجه. فما له حق هو يجي يقول أنه ربنا سمح أنه أنا أوقع بالشر. هلأ بغض النظر عن أنه الناس بيصلوا ولا ما بيصلوا، يعني هلأ هي إذا واحد مؤمن وعنده علاقة بالله وبيحب يسوع كمان، ما يعني ربنا ما وعدنا أنه حياتنا تكون خالية من الصعوبات. يكون لكم في العالم ضيق لكن ثقوا أنا غلبت العالم. فأنه هيدا المبدأ الأساسي. نعم، يعني لو كان مؤمن مش شرط أنه يكون غير معرض للألم يعني. لا طبعا كل الرسل مش رح يغش مع أصحابه. نعم كل الرسل وكل القديسين والشهداء والمعترفين الكنيسة مليانة من متألمين. أكيد الكنيسة هي يعني الكنيسة على الأرض اسمها الكنيسة المتألمة، والكنيسة بالسماء هي الكنيسة الممجدة. نعم صحيح. نعم أبونا الله بسمح، نستطيع نستخدم هذا المصطلح إنه الله بسمح بالشر؟ يعني مش من إرادته بس بسمح، ولا بيطنش يعني بيعمل حاله يعني بيشوف الشر وبيلف وجهه؟ ربنا ما بيسمح بالشر. مثلا بدي أقول إنه شخص راح عمل سحر لشخص تاني. نعم. إنه هلا هو الشر موجود وإبليس موجود من بدء الخليقة وهو مع عدو الإنسان. هلا النقطة اللي بعدها اللي بدي أنا أقول أحكي فيها إنه حياتنا كلها هي معركة مع إبليس. من وقت ما ربنا ببدء الخليقة قال لحواء نسلك يسحق رأس الحية، أنه هذه العملية مستمرة من بدء الخليقة حتى انتهاء الدهر. نعم صحيح. يعني وقديسين والنساك والعيشوا بالقفر أباء القفر عرفوا أنه حياتنا كلها هي معركة مع تجارب إبليس وهجمات إبليس وشهوات إبليس. هلأ لما الإنسان بيضعف روحيا وبيهمل صلاته، ولما الإنسان بيصير بعيد عن ربنا وعيش بخطية مزمنة بيفتح الباب لأنه الشر يأثر فيه. من هيك بيقول القديس بطرس أنه إن إبليس خصمكم كالأسد الزائر يتجول طالبا فريسة له، فدافعوه فريسة فدافعوه راسخين في الإيمان. فضعف الإيمان، إهمال الصلاة، الابتعاد عن الرب، العيش بالخطية يؤدي إلى أنه الإنسان يضعف روحيا ويفتح الأبواب لحتى أنه التجربة تأثر فيه. نعم. فهون ربنا ما بيكون هو تغاضى عن الشر، بيكون هو الإنسان بسبب خطيئته. نعم هو صنع هذا ناحية أبونا. طب الناحية الثانية اللي خلينا نقول الشر اللي غير مسؤول عنه الإنسان، يعني من الطبيعة، زلازل، براكين، فيروس كورونا كمان، أنه بدي أنا أحولك عند قديس بولس الرسول الذي يقول إن الخليقة كلها تأنه من آلام المخاض وهي تنتظر افتداءنا وخلاصنا. نعم. يعني هلا هو معناتها انه بسقطة ادم كمان الخليقة كلها كلها لحقتها اللعنة، يعني ملعونة الارض بسببك. وعدة محلات بالكتاب المقدس بيقول انه الخطيئة تنجس الارض. نعم يعني هالمشوار كله عذاب كله. هلا هو الخليقة جمعاء تأنه إلى اليوم من آلام المخاض. فأنه كمان الخليقة اللي كانت الفردوس صارت تنبت شوكا وحسكا، والزلازل والبراكين والأوبئة والأعاصير كل الحوادث الطبيعية سببها أنه سقطت آدم. يعني بنرجع للنقطة الأولى يلي أنا قلت حكيت عنها، أنه الإنسان بسبب سقطة آدم معرض حتى مش بس لحوادث بجسمه بنفسيته، معرض لحوادث خارجية. نعم كوارث. نعم أبونا بدي أسأل سؤال. هلا سقطت مظبوط الخطيئة والخطيئة الأصلية، وسقطة آدم هي اللي زعزعت كيان الأرض وزعزعت كيان الإنسان اللي خلقه الله على صورته ومثاله، لكن كيف الإنسان بده يتجاوز أو يتحمل
تبعات هذه السقطة وتبعات هذا الشر أو الخطيئة. كيف الإنسان هون دائما بقول بألمك نمجد الله، بهذا الألم أمجد ربنا، كيف الإنسان سيواصل التكلم بهذه الآية ويقدر يمجد الله وسط هذه الألام، وسط تبعات خطيئة آدم، خاصة بالألم الطبيعي كمان يعني والكوارث الطبيعية. أنا بدي أحكي بنقطة قبل ما أجاوبك على هذا السؤال، أنه كتير ناس يتهموا ربنا أنه ليش ربنا ضربني. نعم. أنه أنا معيل لعائلة كبيرة وبطلت قادر أشتغل بسبب حادث سيارة أو إلى آخره. نعم. فيعني نحن مين نحن لحتى نسأل ربنا ليش هيك عملت؟ هل يقول الفخار لصانعه لماذا صنعتني؟ ربنا يعني حكمته لا تحد. ثانيا انه وقت اللي انا بيصيبني حادث السيارة انه بيجي انا بتهم ربنا، ما بيجوز يعني، بالعكس انه انا لازم انا اصلي دائما حتى ربنا يحميني من مثل ما نقول بالقدس لاجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر. نعم. وشده الى الرب نطلب. كل يوم بدهم يصلوها الرهبان بكل فروض الصلاه اللي بيقولوها، طلبي بالطلبي هذه السلاميه. وبالقدس بنقولها انه نحن كمؤمنين بنعرف انه في ضعف بطبيعتنا، معرضين لاشياء نحن نغلط فيها، معرضين لحوادث الطبيعة، معرضين لأوبئة، معرضين لخسارة، معرضين لحوادث بالعيلة، ونحن كل يوم نطلب الحماية من ربنا وربنا يكون معنا. أمين. بس هلأ تاني نقطة لأنه السؤال أنه لما نحن يصيبنا الألم. نعم. قديس بالكتاب المقدس القديس يعقوب بيقول من كان مريضا فليصلي وليدعو كهنة الكنيسة ويمسحوه بالزيت. يعني نحن وقت اللي بيكون في وجع بحياتنا من اي نوع كان ما قلنا بديل غير انه نلجأ لربنا. نعم. ابدا. أكيد. مش انه نتهمه انه هو السبب. من هيك بيقول من كان مريضا فليصلي، ما قال انه من كان مريضا يتهم ربنا. نعم. لأنه في أبونا كتير في مشاهدات، وهذه بعتبرها عادات ثقافية ومجتمعية، مثلا اللي بيموت لها حدا أو مثلا بيقولوا الله ضربه. إيه بالضبط. لا يا أخي، ما أنت من سقطة آدم طبيعتك مضروب لحالك. يعني شو خص ربنا يعني؟ يعني وقت اللي كان مثلا قديسي رفقة إجا حكيم لعيونه وشل عينه. نعم. ما قالت له يا رب ليش ضربتني، قالت له شكرا انه انت حطيتني بموقف انا مجيد ربنا بهالطريقة بهذا العمل. ايه نعم فعلا. بس ابونا ماذا تقول عن الممارسات الخاطئة اللي بيقوموا فيها الناس عند مثلا الموت؟ بتمتنع عن الزوج او الام مثلا، او هذا اللي بتصاب مثلا بفقدان زوجها او فقدان حدا من افراد العيلة، او بيمتنعوا عن الصلاة، يعني بغيبوا 40 يوم عن الصلاة، في ممارسات انه الابتعاد عن الكنيسة والابتعاد عن الصلاة، ما بتطلعش من البيت. فهذه كلياتها عادات يعني موروثة في موضوع الألم والموت. لكن في كتير تقاليد شعبية. نعم. طبعا معاكسة للإيمان المسيحي. نعم. وحتى هو بيقولوا يعني انه ارتداء الأسود حتى هو اعتراض على وجه ربنا. بس نعم. هي صارت عادة. نعم. كتير عادات شعبية نحن بنعملها، مثلا بحط حدوة حصان فوق الباب، بحط خرزة زرقاء، بحط. نعم. الرقوة، إنه هالعادات الشعبية هيدي في منها خطرة، حتى مثلا الرقوة شيء خطر. نعم طبعا. يعني هي من أجل الالتجاء الإنسان لهذه الأمور المادية المحسوسة من أجل الحماية والابتعاد عن الشر. بدك تعبر عن حزنك مش بتبطل تروح على الكنيسة. يعني أنت بحزن إنه عم بتفرجي قدام الناس إنه أنا محزون لدرجة مش عم بروح على الكنيسة. ما بروح على الكنيسة. إذا أنت محزون بحاجة أكتر إنه تروح على الكنيسة وتصلي لأجل موتك وتصلي لرحمة اللي انتقلوا عند ربنا. مظبوط أبونا، حكيت إنه الخطيئة هي من تبعات خطيئة آدم، لكن الخطيئة الآباء مثلا الأهل أو خطيئتهم خلال حياتهم، هل يورثوها الحسابات؟ هل هذا سؤال دائما يوجه من
الأصدقاء عنا نورسات، هل الأبناء يعني هن اللي يتحملوا خطايا أولادهم تورث؟ أكيد في نقطتين. نعم. أول نقطة هي الأباء، مكتوبة بالكتاب المقدس. نعم. هذه الأباء يأكلون الحصر. نعم. والأبناء يضرسونكم بأي معنى؟ بمعنى إذا في سوء تربية، إذا في تعنيف، إذا في إهمال بالتربية، إذا في تربية خاطئة، إذا في تشجيع على الخطية، إذا في تربية على أشياء ما بترضي ربنا، هون بيكون الأباء يأكلون الحصرم والأبناء يدرسون. مش إنه الأباء الأب اللي بيعمل خطايا والأبناء بيلاقوا النتائج. ما خليني كمل. هي أشياء موضوعات نفسية تربوية. خليني كمل. نعم تفضل. أكيد. خليني كمل. هاي أول نقطة. ثاني نقطة بيقول لا تؤخذوا خطايا الآباء بجريرة البنين، النفس التي تخطأ هي تموت. كل إنسان واعي مسؤول عن الخطية اللي هو بيعملها، بس إذا أبوه أخطأ ابنه ما بيتحمل عواقب خطية أبوه. يعني إذا أنا بي عمل جريمة وأنا عايش بالدير وراهب أو كاهن، أنا بدي أتحمل قدام ربنا خطية جريمة اللي عملها بي أنا مثلا؟ طبعا. نعم. قاعدي حزقيال يعني بيقولها النفس التي تخطأ هي تموت. حزقيال. نعم نعم. لكن إذن الخطايا لا تورث من الأباء. لا طبعا لا لا تورث. هلا كمان بدي أقول لك شيء، يعني باللاهوت الشرقي عن سقطة آدم. نعم. اللاهوت الشرقي بيقول إنه الإنسان لا يرث حالة الخطيئة. نعم. سقطة آدم أورثتنا ضعف في الطبيعة البشرية، ميال إلى الخطأ، ميال إلى ارتكاب الشر، ميال إلى الغلط إلى آخره. نعم. فهيدي باللاهوت الشرقي، يعني حتى أنه ما فينا نقول أنه الإنسان بيورث خطية عن أبوه. نعم. إذا أبوي أخطأ، أبوي الله بيعاقبه. كمان إذا بدك بيوم الدينونة تفتح الكتب وكل إنسان يؤدي حسابا، مش هيك بيقول كتاب صح. المقدس. نعم. سوف نؤدي، سوف نقف، بيقول قديس بولس، سوف نقف أمام منبر المسيح ليؤدي كل إنسان جزاء ما فعلت يداه خيرا أكان أم شرا. بس نعم. ما قال أنه يؤدي حساب عن خطايا أجداده وأسلافه. وبدي أقول لك يعني شغلة كتير غير منطقية، لأنه أنا يمكن أجدادي بمئات الألاف يعني بدي أدفع خطايا كل اللي أخطأوا قبله. نعم. مش منطقي. مش منطقي أبدا. هذا موجود أبونا في علم الطاقة والبقول لك الكارما اللي بتورث من الأباء للأبناء، إنه خاصة اللي بيؤمنوا بهذا الموضوع مع علم الطاقة، بيقول لك إنه الكارما هذه الأبوي اللي سواه بأحد الأشخاص بيجي بنتقل لابنه. يعني زي ما أنت عملت في هذا الشخص إجاك هذا الإنسان، حدا يعمل بأولادك. فبيآمنوا كتير بموضوع الكارما والتروما اللي عم بتصير. الكارما بيقولوا أنه الإنسان يعود إلى الحياة عدة مرات. نعم. وبياخد خطايا اللي كان عايشها بالحياة السابقة. نعم. ولكن نحن في كتابنا المقدس عبرانيين 17-28 نعم. بيقول كما أن الناس يموتون مرة واحدة. نعم. وبعد ذلك يوم الدين. ما في طبعا ما في يا عبرانيين 9-27 يموت الناس مرة واحدة وبعد ذلك يوم الدين. نعم. ما يعني قال في التقمص يعني في التقمص أو العودة إلى الحياة، خاصة بأمل أنه في عودة إلى الحياة. بكل أسف نحن كمسيحيين عم نتأثر ب نعم جماعة نيو ايج يلي بيحكوا بهالاشياء. نعم. هيدي وهي مش من ايماننا ابدا، مش من ايماننا. نعم ابونا كثير شاكرين عطفك علينا اليوم، يعني فعلا. مع انه حاول الشرير ويخرب الاتصال. العفو العفو. الا انه ارادتك كانت اقوى. حلو انت حطيت على الشرير ابونا مش الاتصالات. الله يقويكم. شكرا لك يا ابونا على كلامك الطيب، فعلا استفدنا منه، خاصة بالامور والاسئلة الحياتية اللي عم بيسألوها الناس وطلبوا الاجابة عليها. فاحنا شاكرين لك وشاكرين صبرك.
أقول كلمة أخيرة؟ تفضل أبونا بليز. بدي أقول كلمة أخيرة أنه أنا بوصي كل المستمعين أنه دايما يكونوا قراب من ربنا. نعم. وتايبين عن خطاياهم وبحالة النعمة ومحاربين التجارب الشريرة بالصلاة وراسخين في الإيمان، ونبتعد عن كل فكرة تتهم ربنا بالشر أنه أو أنه هو بيسبب الألم. ولما يصير أي وجع بحياتنا نلجأ للرب، ونبتعد كمان عن التعاليم الفاسدة. نعم. يلي عم بينشروها بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل قصة الكارما وإلى نعم. آخره والطاقة والربنا يقويكم. الله يسعدك. مرسي أبونا. مرسي. شكرا. صباحك نور أبونا، وشاكرين لك اتصال. وإن شاء الله منضلنا على تواصل دائم. الله راد. نحن بخير. الله راد. باي. الله يسعدك. شكرا. شكرا. شكرا أبونا. نهارك سعيد. يعني بعد هذا الكلام ماذا نقول؟ كنا نحكي قبل الاتصال وقبل البرنامج، هل الخطيئة تورث من الأباء للأبناء؟ هل الخطيئة خطيئة الأباء الأبناء يتحملوا تبعاتها؟ الإنسان الخاطئ أو الإنسان المبتعد عن الله فعلا يعيش بألم أكبر من الإنسان اللي بيتعرض لهذه التجربة وبيكون قريب من الله، عشان يتحمل هذا الألم مع ربنا بيقدر يتحمله، ومع ربنا بيقدر إنه يرجع مرة تانية يوقف وينهض من هذه الحفرة اللي وقع فيها ويرجع يكمل حياته عن جديد. فالإنسان الخاطئ مثل بوصفه، يا بمطب وقع يا بحفرة بيوقع. فإذا وقع بمطب ولا وقع بحفرة، طيب مش نهاية العالم، أنت عندك حياة ربنا أعطاك إياها، نعمة لازم برضو أنك تحافظ على هذه النعمة، مش تنهي حياتك زي اللي بتسيب عندهم ديبريشن الاكتئاب، ومن الاكتئاب للانتحار، خاصة بين نسبة كبيرة من الشباب توصل مرحلة الانتحار. ليش؟ لأنه بيلاقوا النفق مسدود والطريق مسدودة. بالمناسبة ذكرتيني موضوع مهم دكتورة، وثيقة بابوية صدرت الأسبوع الماضي بهذا الخصوص. نعم. بلكي الحلقة الجاية بنحكي في تفاصيلها. حلو. عن أنه الكنيسة تعاود منع ويعني تأكيد على رفض قاطع القتل الرحيم أو الموت الرحيم بسموه. نعم. خصوصا الكبار السن اللي بينصابوا بفيروس كورونا اليوم بالعالم. نعم. انه بيصيروا ميتين بس على الاجهزه. في واحد من الاهل انه بيتبرع انه خلص بلاش يتعذب، نشيل الأجهزة عنه، هاي ممنوع، هذا قتل. معنا اتصال من صديقه البرنامج السيده انجيل صوالحه. الو، تفضلي. صباحك نور. صباح الخير. صباح الخير ام سليم. صباح الخير ابو نجوى. هلا هلا يا غاليه. اهلا فيك. انه عنوان الحلقه انه هل الرب يسمح. نعم. بالالم. نعم. أنا عندي تعليق إنه تلاميذ المسيح اضطهدوا واستشهدوا في سبيل اسم الرب يسوع. نعم. وكلهم مع إنهم كلهم كانوا يخدموا الكلمة والكنيسة. نعم. ومع ذلك سمح الرب بذلك. ليش؟ يعني مش هو رب الكون وهو القادر على كل شيء؟ نعم. هو ضابط الكل. نعم. فكيف يسمح بذلك؟ يسمح بذلك الرب الجواب إنه بترك الإنسان المضطهد يفعل ما يشاء لأنه يحترم إرادة كل إنسان. ربنا خلقنا أحرار، وكل واحد منا سيعطي عن نفسه حساب. فكلما زاد الاضطهاد بكبر إكليل المجد على رأسنا. نعم. إن تدخل الرب دائم وبشكل فوري عند أي ظلم بيجعل الظالم إنه بخليه يتوقف عن الظلم، بس مش حبا في الخير. فنحن نستفيد من الأحزان والمصايب والأمراض اللي بتصيبنا. ليش؟ لأن هي بتجعلنا أقصر طريق للرجوع لله واقتناص الحياة الأبدية. في اللي من يهرب من الضيقة يهرب من الله، فالله أمين ما بيخلينا نجرب فوق ما نستطيع، بل يجعلنا مع التجربة دائما بيخلينا منفذ وطريق لحتى نستطيع أن نتحمل. نعم صحيح. فإن لم نتألم فلم نشعر بألم الآخرين، وإن لم نشعر مع الآخرين ألمهم فلن نستطيع مسامحتهم، وإن لم نستطع مسامحتهم فلن نستطيع أن نسامح نفسنا. في الألم منقدر معنى الصحة الروحية والجسدية، وفي الألم نتعلم الاتضاع، وفي الألم نهرع إلى الله طالبين أنه يعفينا منه وينجينا.
في الألم نقترب من الله، بيكون الألم طريقنا للاتحاد مع الله. وفي الألم نفهم معنى الحياة. قال المسيح، سيد المسيح، قوتي في الضعف تكمن. والله كمان سمح بالموت للعالم، ليش؟ لكي لا يخلد الشر والأشرار. فالله بيسمح دائما بامتحاننا بإيماننا حتى نتنقى كالذهب. كالذهب اللي بتنقى بالنار، مثل في يشوع ابن سيراخ بيقول لازم دائما نثق بحكمة ربنا ومحبته ورعايته إنا. وإن لا نكفر إذا أصابتنا مصيبة أو مرض أو وفاة، فالله ما بنسي ما بنسانا أبدا. أنا بحب أميز بين نوعين من الألم. في ألم في ألم ناتج عن الخير اللي بتعمليه، وفي ألم ناتج عن الشر اللي بنعمل فيكي. فنحن نرفض الألم اللي بيجي من الشر، بس منقبل الألم اللي بيجي من الخير. مثال بسيط، يعني الأم لما بتتألم بالولادة ومع أولادها وبتربيتهم، هذا ألم مقدس، هذا ألم ناتج عن عمل إيش؟ عمل خير. ولكن لما يجي قائد عسكري يجي عباله ويقصف مدينة غزة، هذا الألم، هذا ألم ناتج عن شر، بنصلي انه الله يشيله عنهم. بينما الألم تاع ام سليم وام فلان اللي مولادها، هذا ألم ممجد، الله يقويها تتحمله. ومصيبة او مرض او وفاة طبعا، يعني في انواع بدنا نميز، مش كل في ألم عبثي ناتج من اخطائنا، وفي ألم ممجد. بس هاي حبيت اوضحها ام سليم. نعم، دائما الاضطهاد والألم دائما بتكبر اكليل المجد على راسنا مجد الله. أكيد دائما إن شاء الله نضلنا ممجدين لربنا وكلمة الله بحياتنا من خلال ألامنا ما بنسينا أبدا الله. في أشعياء بقول 49 بقول هل تنسى المرأة رضيعها؟ لا ولا طبعا. نعم، فلا ترحم ابن بطنها، لا تقول لأني غلبت العالم. نعم، ولا تخافوا. كم من مرة قال يسوع المسيح لا تخافوا بالإنجيل، يعني إذا صادفكم أي مشكلة أو خطيئة أو شر أو لا تخافوا، أنا معكم ما دمتوا أنتوا معنا. مدى الدهور بالزبط. ولا ينسى ربنا ما بنسانا وما بنسى أولاده. أكيد. تسلمي أم سليم على إطلالاتك الحلوة. شكرا، شكرا لكم. تسلم يا رب، وصباحك نور. وبعدين إحنا في الاتصال الأخير مع الأبونا نور القسموسة من أستراليا، أيضا لسماع مداخلته. نحضر الاتصال يا ريمون، وأيضا أبونا في سؤال من أصدقائنا المتابعين ومن الكومنتات. فيروز راشد بتقول صباحكم نور، موضوع رائع ومفيد جدا لنا. جورج حافي حفيدي يصبح عليكم، أحلى جورج، صباحك نور. سمية على اسمي. يا مريان الحجازين بتقول الأباء يأكلون الحصرم والأبناء يدرسون، ما معنى هاي الآية؟ ما بعرف إذا سمعتي أبونا أنطون، بس برجع باختصر الإجابة يا مريانا، وبترجع إذا ما لحقتي أبونا أنطون باللي حكى إنه الأباء يأكلون حصرهم الأبناء يدرسون، قصدهم على التصرفات التربوية والنفسية اللي بيمارسها الأب على أولاده، في من قساوة مثلا، من ظلم أو من تربية بيتعرض فيها للألم الجسدي من الضرب والتعنيف. هذا بينعكس على حياتهم النفسية لما بيكبروا. فهذه الآية تبحث في هذا الموضوع، إنه الأب الصارم المتحكم المتسلط العنيف في تربية أولاده، أولاده بيطلعوا بنفسية ممكن تكون شبيهة للأب أو ممكن تكون ناتجة عنها بشكل سلبي مؤذي بالزبط للآخرين. فهذه معنى الآية بالزبط. وليس أن الخطيئة تورث من الأباء للأبناء، كل إنسان يحاسب على خطاياه لوحده. والله لا ينتقم، والله لا ينتقم للأباء موضوع في أولادهم. سوري. نعم، الله لا ينتقم. مريان حجازي إن شاء الله منكون ردينا على سؤالك. إذا ما حضرت مباشر ممكن تشوفوا كمان على. نعم موجود، رح يضل موجود على الصفحة. موجود على الصفحة. مها شعبان يسعد صباحك ست مها، وامفادي ايفون حتر، الله على الله على المواضيع المفيده ان شاء الله تكون امفادي طول عمرك تنال اعجابكم. يا امفادي الحبيبه الوالده. الوالده الحبيبه يسعد صباحك كل امفادي حبيبتي. وامل السملمان عن ابونا فرح يسعدك ويسعد صباحك. اي سؤال بتحبوا تتواصلوا معنا
في بدنا للحديث نبحر عن هذا الموضوع. نبحر نطير نطير نبعد لآخر الدنيا نروح لا أستراليا. لا أبونا نور القسموسة صديقنا وصديق نورسات، وأيضا كان لنا شغل مع بعض من زمانات، من أكثر من خمس ست سنين لما كان بعمان. يسعد صباحك وصباحك نور يا أبونا. صباح الأنوار يا أبونا جورج ودكتورة باسم الغالين. الله يسعدك يا أبونا، وشو أخبارك يا أبونا وأهل أستراليا وكيف إن شاء الله الكل من عندك بخير. نشكر الله مع الكنغر الأسترالي، الحمد لله وشكرا. الحمد لله الحمد لله. الله بالخير أبونا، الله بالخير. أهلا وسهلا أبونا الغالي جورج شريحة. الله يخليك. حيل مشتاق لك حيل. احنا بكثر ابونا تحياتنا من استراليا لعمان الغالي عمان النشامة. الله يخليك يا ابونا. ابونا نحن شاكرين طبعا انه انت عم تتواصل معنا واعطيتنا من وقتك للحديث عن هذا الموضوع اللي هو كيف ربنا بيسمح بالشر. هذا السؤال دائما متداول من قبل البشر، خاصة نحن هلا كمان في موضوع كورونا، فانطرح هذا السؤال كتير على وهم الذين الكنيسة. تعرضوا العراقية أيضا، وأنتم العراقية أكيد هذا السؤال طرحتوه كثيرا عند تعرضكم للاضطهاد والتهجير. فتفضل أبونا. أوكي، شكرا لسماحي أنه بهالمداخلة والحديث عن أنه هل الله يسمع بالشر. نعم أكيد أنه حياتنا أنه نتعرض كثير أنه من الأزمات، من المشاكل، من التهجير، وخاصة مثل ما ذكرت أنه التهجير خاصة اللي طال علينا أنه من آيسس وغيرها. نعم. فممكن أنه يفكرون أو الكورونا هسه الموجودة، أكل اللي يفكر أنه ينسف هالشي مع الأسف أنه لله. فأقول أنه مثل ما قال أنه أبونا فرح وأبونا أنطون أنه مصدر الشر هو من قلب الإنسان، وهذا اللي يحزن أنه الله يحزن بسبب هالشر الموجود. فليش يسمح الله بالشر وليش يسمح بالألم؟ أنه أقول أنه صحيح أنه الشرور ليست كلها من خيار الإنسان، هو ما يختار أبدا ألم ابنه أو موت أمه، لكن أكو شرور تنتج من خياراته. فلو أنه لم يكن للإنسان أنه حرية الخيار بين الجيد والسيء، بين الخير والشر، كيف يكون لخيارة الخير والرب هو قيمة ما؟ إذن خلق الله الإنسان على صورته ومثاله، وضمن هالصورة تكمن إرادة الإنسان الحرة. حتى يمارس الإنسان حريته أنطى الله إمكانية الخيار بين شجرتين. من قال أنه في سفر التكوين الفصل الأول آية 17 يقول وأما الفصل الثاني الآية 17 يقول أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها فيوم تأكل منها موتا تموت. إذن أرجع وأحكي أنه الله يسمح بالشر. ليش؟ حتى أنه ينظر الخطأ، حتى ينظر الخطأ. نعم. ويسمح أنه الخالق بأن تصاب المجموعات أنه البريئة وغير البريئة بالمصائب والنكبات كإنذار مدوي يعود الناس إليه حتى أنه يرجعون. كما أنه أيضا يسمح مرات بالشر الطبيعي، وهذا اللي صار مثلا مع كورونا وغيرها. نعم. أو الحروب، لتأديب الشعوب ولإنذار أيضا أولاده. يقول عاموس يقول أم يضرب بالبوق في مدينة والشعب لا يرتعد، هل تحدث بلية في مدينة والرب لا يسمعها؟ هكذا يقول عاموس. أيضا يكمل وربنا يقول أيضا يسمح بالشر حتى يأدب الناس، لأن ربنا يحب الناس. في البدء خلق الإنسان وكان كل شيء حسن، يقول خلقنا الإنسان على صورتنا ومثالنا. لكن الإنسان بعد ما ظلم مثل ما حكى أبونا فرح وأبونا أنطوان وسقط بالخطيئة، فالله سمح أنه بالشر حتى يأدب الناس. وتأديب، التأديب أقول هو غير القصاص. القصاص
هو أجرة قاسية لعمل شرير، لكن التأديب هو درس قاسم لتأسيس أنه عمل يكون أفضل للتعليم. إذن يعني للتعليم، للتعليم، للتعليم. نعم. إذن مثل الشجرة اللي بتهذبها. إذن التأديب يهدف لتعليم الإنسان، والله ما يرضى بالشر ويؤدب الإنسان حتى أنه يصحح حياته ويرجع إلى حياته الأولى اللي كانت بالفردوس. أيضا ربنا يسمح بالشر حتى يأسس لخير معين، لخير ما. ولابد أنه هنا أنه نشير لكون الصلاح ليس دائما الشيء اللي إحنا نظنه هو صلاح. مرات نعمل أشياء وفي بالنا أنه هي صحيحة لكن هي ما صحيحة. فينظرنا الكتاب المقدس يقول لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا، هكذا يقول يوحنا الفصل السابع الآية 24. أيضا ربنا يسمح بالشر حتى يتمجد هو. قبل شوية حكى أبونا جورج كلام حلو أنه جاب أنه الابن اللي كان أنه مشلول من يقول أنه أو الأعمى، الأعمى من نعم بأي خطيئة عملوها أبوه إيه وأمه عشان هو أعمى. من أخطأ هو أم أبواه؟ نعم. حتى يولد أعمى. يسوع جاوب لا هذا أخطأ ولا أبواه لكن لتظهر أعمال الله بينه. هذا كان جواب يسوع. إذن في أحوال كهذه أنه يسأل ممكن الإنسان ليش يا رب سمحت بهالشيء؟ ليش يا رب أنه سمحت أنه بولد أنه ينولد منغولي؟ ليش يا رب سمحت بولد مريض أو أعمى؟ ما هو أنه سبب وجود نفسية تبحث عن الخطية أو ذنب؟ كثير من الأسئلة اللي تدور في بالنا. وهنا أنه أيضا الأهل ما يلامون أبدا ولا المريض ولا حتى المجتمع. في هالحالة لا وجود لخطيئة عملها الأبوان مثل ما حكى أبونا أنطوان قبل شوية. وهنا أنه يطرح السؤال هل يلام الله؟ إذن هل نلوم الله على هالشيء؟ عندما يمطر الله بركات على الأبرار والأشرار سوية هل يتضمر واحد من الناس؟ إذن ليش نتفاجأ عندما تقع أثار الخطيئة الأولى على الأبرار والأشرار؟ أيضا ربنا دا أحكي بصورة مختصرة على هالأمور لأن الموضوع طويل هو. الله يسمح أيضا بالشر حتى يعلن أنه زماننا على الأرض هو زمن وقتي، يعني كل شيء زائل ورح ينتهي. أيضا بالأخير أقول أنه الله يسمح بالشر حتى يرجعنا إليه. لأن إحنا بخطيئتنا ابتعدنا عن ربنا لكن ربنا أنه يريد يرجعنا إليه. أقول أنه بالنهاية أنه أقول يا ليت أنه الجميع وكل من يتألم من أي شر أنه يتعرف بالرب ويسلم فيجينه بينه خير، هكذا يقول أيوب. نعم. نشوف أنه وقت الشر أكو فرصة حقيقية وصحيحة لاختبار نعمة ربنا. هذا الشيء اللي اختبرناه إحنا بالعراق. أتذكر في أيام الحصار بالتسعينات شون أنه من صار الحصار وضرب أمريكا للعراق شون الكل قاموا يتجهون للكنائس، الكل رجعوا، صار ثورة، ثورة فعلا إيمانية بذاك الوقت. وأيضا في الوقت الحاضر صار مع وباء كورونا. نعم. أيضا نشوف أنه أكو رجعة أيضا وكأنه صار مثل قدحة شرارة أنه مثل ما صار مع عمر بولس أنه يلا رجعوا أنتوا كنتوا في الطريق الخطأ يلا رجعوا يا عالم. فربنا مرات أنه يسوي له هالشرارات حتى أنه يرجعنا. إذا من الضروري أنه كل واحد يفكر مصير الأبدي أكثر من الشر الوقتي. ما يجوز أنه نضحي بالأبدي على مذبح حل أرض وقتي وزائل. صلاة توبة صادقة يتطلب من عندنا بيها أنه يطلب كل إنسان من ربنا أنه يخلصه، تقود لرحاب حياة أبدية ما بيها لا حزن ما بيها لا موت لا دموع. نسلم تسليم كامل لربنا. نعم. هو يحول هالحزن إلى ابتهاج وحزن
الفرح. امين يا ابونا امين. هذا رجائنا واللي احنا بنعيش بنعيش لنوصله فعلا. اكيد. يقول مار بطرس: الذي به تتهجون مع انكم الان ان كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعه لكي تكون تزكيه ايمانكم وهي اثمن من الذهب الفاني، مع انه يمتحن بالنار توجد للمدح والكرامه والمجد عند استعلان يسوع المسيح له المجد. امين. امين يا ابونا، شكرا لوقتك، واحنا عارفين فرق التوقيت بيننا وبينكم، يمكن الوضع هلا المساء عم ترتاح حضرتك، فاحنا متاسفين عم ناخذ من وقت راحتك الان بعد تعب النهار كله، فبنصلي لك يا ابونا الله يقويك برسالتك الجديده بهالمناطق الشاسعة والواسعة، والله يقويك يا أبونا. أنا أشكركم، وأكيد أنه نصلي من أجل هالرسالة أنه كل مطلبنا توصل للجميع. أشكركم دائما أنه على هالشيء، وأتابعكم وأذكركم بصلاتي. شكرا يا أبونا. إلى أقاصي المسكونة، وسلامنا لكل حبيب الشعب العراقي الشقيق اللي موجود بأستراليا وبكل العالم كمان. احنا بنحييهم نحن بنحييهم من هذا المنبر، وربنا يكون معكم. وأبونا دائما إن شاء الله منضلنا على تواصل، وصلي لنا. أمين. كلمة ربنا في كل مسكونة. أمين. أمين يا رب. شكرا لك أبونا. صباحك نور. صباحك نور. شكرا للجميع. شكرا. هلا أهلين. وجميل ما تحدث فيه أبونا نور، خاصة من التجربة والخبرة التي عاشوها من خلال التهجير وهيك. وأكيد كأباء كهنة رعاة كنائس تعرضوا لهذا السؤال، وخاصة من أشخاص بتعرف الشعب العراقي وكان المسيحي، هن مؤمنين بحد ذاتهم، يعني بتحس كان فيهم الإيمان يعني شيء طبيعي، والصلاة واللجوء للكنائس إلى آخره. لكن في بعض الأشخاص بقول لك أنا طول عمري بصلي وأنا مؤمن وأنا ما بعمل شر وما بعمل إلا كل خير. فمن الأخت مريان الحجازية بتقول ربنا يسمح للشر عشان نرجع له. عم تتساءل في ناس صالحين مؤمنين مو بحاجة للتأديب، ليش ربنا يسمح الشر بحياتهم؟ هذا كمان حكاها أبونا. نعم. أنطون أنه نعم. من البداية هذا نتيجة الخطيئة الأصلية، نتيجة خطيئة كل واحد فينا من آدم، مش بس آدم الأخطأ، لو كنت أنا محل آدم ده عمل نفس الإشي. نعم. وتاليا هي مش عقاب من الله حالي، هي نتيجة بالضبط، هي نتيجة لأشياء سابقة. وتاليا احنا نؤمن أنه احنا ضيوف بهالحياة، فيها ألم بشتى أنواعه، ولكن في وقت ما سنصبح في حالة أسمى من هذه الحالة، وهي بلا ألم بلا وجع بلا حزن، هي بالحياة الأبدية. فكنا بدنا نصبر نتحمل لنتمجد بالحياة الأبدية. ما في مجد هنا، نضحكش على بعض، لكن ما بدنا مجد. الناس تخلط يا أبونا إنه الخطيئة تورث، هي لا تورث من الآباء للأبناء، لكن خطيئة آدم وحواء الخطيئة الأصلية هي اللي ورثتنا هذا الألم وسمحت بأنه الشيطان يجربنا، لأنها مش شخصية، هي خطيئة آدم وحواء ما بنأخذها بشخصانيتها، بنأخذها بالفكر اللاهوتي بمعنى الشمولي لآدم، يعني أبو كل البشر، يعني لأي إنسان كان هو رح يعمل نفس الشيء. أي أنثى كانت موجودة مكان حواء، لما نقول آدم وحواء هم شموليين، يعني مش أنه أب وابن وجد وهدول، لا، هي المعنى النموذج الأصلي للبشرية. وهذا بنرجع بنحكي لأبونا فرح الجزين ذكره، وهو الشر الأدبي اللي تحدث عنه نتيجة خطية آدم وحواء، وفي الشر الطبيعي اللي هي نتيجة الكوارث الطبيعية بالضبط. الأمراض السارية، التهجير والحروب والألم، هذا بنسميه الشر الطبيعي. ولكن هناك الشر الأدبي اللي هو نتيجة خطيئة آدم أو حواء سمح ربنا فيها. الحرامي الوقت حرامي يا دكتورة، سرقنا، صار في نهاية البرنامج الوقت. نحن طبعا احنا بنشكر كل ضيوفنا اللي شاركونا في هذا النهار في هذا البرنامج، بنتمنى انه نحن قدرنا نغطي معظم التساؤلات على هذا الموضوع، وللرجوع للكلمات الروحية اللي حكوا فيها الكهنة للإجابة على بعض الاستفسارات اللي انت لسه تراودكم في بالكم، ترجعوا لكلام أبونا فرح وأبونا أنطوان وأبونا نور.
ممكن انه تلاقوا الاجابه لإلها. دكتور وفي النهايه سوري ما بدي اقاطعك سوري بس بننوه انه نور سات راح تقطع الفيديوهات ان شاء الله. لكل اذا ما لكل كاهن بالضبط. لكل كاهن راح نعمل فاصل لكل كاهن بما تحدث وننشره على صفحه النور سات. ففي النهاية احنا منشكر كل متابعينا ومشاركين معنا ومن الأصدقاء اللي تابعونا على صفحتنا هذا الصباح الحديث عن موضوع الشر وكيف يسمح الله بالشر والألم الإنسان اللي بعيشه من تبعات هذا الشر وهذه الخطيئة. بنتمنى للجميع السلام وبنتمنى للجميع عيشوا في السلام الداخلي، السلام والأمان الداخلي، أن يرجعوا لربنا ويثقوا في الثقة العمياء ويسلموا نفسهم لله في أي مشكلة أو أي وقوع بأي ألم. ومنصلي في هذه الصلاة خاصة أبونا إذا بتقدر أنك تحكيها أو تصليها في النهاية لنختم فيها البرنامج. برنامج صباحكم نور. أكبر لك اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا يسوعي الحلو، يا سلامي الوحيد، في عتمة هذا الدرب أنت كوكبي المنير، في عصفي هذا البحر أنت مينائي الأمين، في صخب هذا العالم أنت حصني الحصين، في صمتي سكوني، في قلقي وظنوني، في تعبي وجنوني، وجهك وحده راحتي يا حبي الوحيد. أي سلام أنشده في زيف تأمل الأنا، أي زرقة سلامية تخطها ريشتي أنا، أي شاطئ أركن فيه قارب المكسور أنا، أنت وحدك مخلصي يا سلاما نورانيا، يا تعبا مريحا، نبع أنهار فياضة من إنعامات سماوية. خذ مني يا رب، خذ مني عدمي واعطني من لدنك سلامك الأرجواني، سلامك الأبدي. في عينيك الإله المصلوب أنا أسلم أسلحتي وما لدي، سلامك تعطيه لا كما يعطيه العالم، تعطيني أنا يا يسوعي الحلو، يا حبي الوحيد، لك المجد إلى الأبد آمين. آمين يا رب وآمين لها جميع المستمعين. صلاة ومقبولة ونتمنى لكم نهار جميل وسعيد وآمن خال من كل ألم وشر وخطية. ثقوا الرب معكم دائما وأبدا فهو لا يترككم. فمن صبح عليكم لكم صباحكم نور ونهاركم سعيد، ونتمنى لكم نهار سعيد، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من الأسبوع القادم في موضوع جديد. فكونوا دائما متواصلين معنا على صفحتنا نور سات جوردان، وأيضا أي استفسارات أو أي مواضيع بتحبوا أنكم تناقشوها بليز رجاء أرسلوا لنا مواضيعكم وأسئلتكم ونحن على استعداد الإجابة عليها. صباحكم نور مرة أخرى وإلى اللقاء. إلى اللقاء. تعبان بهمك عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، نور سات ليل ومير، نور سات رنم صلواتي ليل ومير، محبة وخير.